هذا رواق إذاعة صوت الشعب اللبنانية خلال دوام العمل الرسمي. كان يفترض أن يجلس هنا أحد المذيعين ويعد لبرنامجه، لكن لا برامج بعد الآن ستبث على الأثير. لأول مرة منذ 3 عقود تضطر للتخلي عن البرامج والاكتفاء بنشرات ومواجز الأخبار. إنها أزمة المحروقات والطاقة التي لم تعد خبراً بل واقعاً عاماً. ضيوف كمان ما عادش عندهم القدرة يوصلوا على الإذاعة مشان نستضيفهم ونعمل البرامج بشكل طبيعي مثل ما كان ينعمل بالقبل. كل إذاعة بالتوقيف كلها إلى جمهورها، وكل إذاعة بتتوقف شو ما كانت هي بتأثر بالبلد ثقافياً واجتماعياً وناس معودة. تعتذر إذاعة صوت كل لبنان من مستمعيها عن عدم إمكان تأمين بثها بصورة مستمرة في بعض المناطق. لم تعد إذاعة صوت كل لبنان تغطي كل المناطق. شح المازوت المدعوم وغلاء سعره في السوق السوداء أوقف عدداً من محطات البث، ما دفع بإدارتها إلى محاولة اجتراح حلول بديلة. المشكلة اللي عم بتصير معنا هي بالمناطق البعيدة نسبياً، يعني مثل الشمال، الجنوب، البقاع، ما عم بيقدروا يوصلوا السيترنت لمواقع البث، فعم ننجبر أوقات نقنن، أوقات مندور 4 ساعات ومنطفي 2 ساعة، أوقات حتى في عنا بعض المناطق انطفت كلياً لحين إعادة توزيع المازوت لإلهم. اليوم أخذنا قرار أنه نجرب ننقل مناطق الإرسال كلها على الطاقة الشمسية. هيدا الشيء بده شوية وقت، بس إن شاء الله نكون نخلص بقى من هالأزمة. القطاعات الإعلامية كلها تئن في الأزمة، لكن الإذاعات لها حصة الأسد، فالبث يحتاج عديد المحطات في كل الجغرافيا اللبنانية بعكس القنوات التلفزيونية. ويبقى السؤال، كيف سيتمكن الإعلاميون من التغطية وممارسة دورهم المهني عندما يرفع الدعم نهائياً عن المحروقات؟ الإذاعات اللبنانية لم توقف بثها خلال الحرب الأهلية، لكن بعضها أوقفه تحت وطأة أزمة المحروقات. بهذه العبارة يعلق معظم اللبنانيين على معاناة الإذاعات اللبنانية، فإلى متى قد يصمد الأثير أمام الانهيار؟ ليال خروبي، اليوم، بيروت.